الشبريكو، الشبريكو بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بيطلع السبع لا يبعدها، الخطر موجود. راح شوف هذا بالأنصار الأول، مش معقول مش معقول مش معقول، الكرة من اللواتي كان عم بيسدد وقاسم الزين الصخرة سخر الدفاع فريق النجمة يلي بيبعد الكرة عن خط المرمى وبيمنع بيمنع اللواتي انه يفتتح التسجيل، بيمنع فريق الانصار انه يتقدم 1-0. اخطر فرص الانصار بالمباراة بالاعادة. قاسم الزين شو عملت يا قاسم الزين؟ الله الله يا قلب دفاع فريق النجمة، يا قلب دفاع منتخب لبنان على هالكرة الرائعة يلي قدرت تخلصها، قدرت تبعد الخطر، قدرت تخلي فريقك متعادل بالمباراة من دون ما تهتز الشباك. إذا قلنا موسى حشيش سجل 11 هدف، كمان علي ناصر الدين سجل 8 أهداف، 2 منهم مع الأنصار بمرمى النجمة. وعلي ناصر الدين كمان كان أنصار وكان نجمة. جمال طاهر، موسى حجاج وخالد تكجي قدروا يسجلوا بثلاث مباريات ديربي متتالية، ما انه ناقص ابدا فريق النجمة اصابات، ما انه ناقصهم ابدا حدا يتعرض لاي اصابة فعلا.